منكم سامحونا يا هلا انتم النعمة منكم واللي بتقوله وجرحي منكم والصراحة 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 الحقيقة تجرحت مليون مرة والصراحة في لسان الدوم مرة الحقيقة تجرحت مليون مرة والصراحة في لسان الدوم مرة شفتك مرة ثانية مار من قدام البيت ترى بكسر ريلك سامعني وانتي يلا قدامي شوف يلا شي قدامي قدامي خير ايش فيك ايش فيك مع البنية شو مسوية سمعيني من اليوم مساير ما ابغى اشوفها في السكة تلعب مع الصبيان ومباشرة تلبسينها بخنق بس يا ابو جاسم لا بس ولا غيره الكلام اللي اقوله تسوينه وان شفتها من اليوم وساير في السكه تلعب مع الصبيان ترى ما تلومين الا نفسك ان شاء الله ان شاء الله اللي تشوفه سامعك حاولت اقول حق ابوي خلي اللي تلعب معنا بس ابويهم مو براضي تظهر من البيت كلش شلونك قيس بخير شلونك انت بخير سمعت سالفه ابوي اختار على امي امس ومنعني من اللعب معاك بس ليش ما ادري يقول اني كبرت ولازم ما العب معاك ولبسني البخنق وبعد شهر يقولون ان احنا بنشد الدوحه شدون الدوحه تقول امي ان ابوي شرى لنا بيت عود وهناك فتح دكان عود ليلى الله يهداك يا امه مو عيستي وانت واقفه عند الريشه تعالي امه تعالي نروح بيت جارتنا صالح مع السلامه Thank you.
الكليه اليوم؟ اي ما اليوم الفلبيني مريضه وخليت دريول ابوك يوديه المستشفى وانا بوديك الكليه اليوم. يلا يلا توكلي على الله. يا يبا قمت ريق تعود من ابليس تاخرت عن الكليه ايست تطالع هالصوره يا يبا كل هالسنين ما نسيت الناس تغيرت والدنيا تغيرت وانت مو براضي تنسى بعدين يا يبا احنا وين عيال ناخذ ابو جاسم انت ولد احمد الناطور يا يما ما في فرق كلنا عيال ادم ذاك الاول ولد ناخذ وبنت ناخذ اما الحين الناس تغيرت الدنيا تغيرت وكثرت فلوسه بس عند الزواج غير الله يهداك يا يمه انت بس خلينا اعرف بيتهم في وين وذيك الساعه يصير خير الحين انت منيت الدوحه صار لك 6 شهور تدور بيتهم مو بعارفه في وين ان شاء الله بعرف ان شاء الله فيك يا بوت الحين ما لبستي؟ يبا مو برايحه بيت عمي. رايحه؟ ليش؟ عسى ما شر. ولد عمي صلاح هذا دمه ثقيل. يا الله يهداك يا بوت. عاد هذه صلاح الحين ولد عمك وما تبد منه. ولد عمي لكن انا ما واطنه. بس يا يبا الحين اذا رحنا بيت عمك اكيد عمك ومرت عمك بيسالون عنك، شو نقول لهم؟ قول لهم مريضه. بسم الله عليك من المرض يا بوت لا تفاولين على نفسك كذي الله يهداك خلاص يا بوت اذا انت ما تبين تروحين على راحتك على كيفك انتي ابي تروحين معانا لا مو برايحه ليش وانت شغلت بتحقق معاي بل 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 كبريت عنك ما رحتي يا اخي يا اخي ذبحتنا انت يا اخي مع صوره البحار وصوره اللنجات يا اخي شنو ما في الدنيا الا هالمنظر ولا يعني ما تعرف ترسم غيره يبا هذا تراثنا هذا الماضي واللي ما له ماضي يا اخوي ما له مستقبل رسام وفيلسوف ما نقدر عليه لا تعال قول لي انت للحين ما لقيت بيت الحبيبه ليلى ايه رحت يا اخوي رحت قالوا لي كان بعدين اطلع وما ادري وين راح اخي مينون انت مينون يا اخي في ظنك ان للحين يعني الحين ايش كثر سنين مرت عليك يعني للحين تفكر ان البنيه ما زالت تفكر فيك والله ولا تدري عنك والله كلامك صحيح يمكن هي للحين ما تفكر فيني يمكن نساها الزمن والانسان بطبيعته نساي بس انا عندي احساس ان هذه ليله للحين تفكر فيني شو تفكر فيك على الأقل الحين دشت الجامعة هذا إذا ما تزوجت ويابت عيال والله كل شيء جايز بس أنا لازم أوصل للحبيب توصل طلب وجهك وين توصل أنت بتم طول عمرك مع صورة هالبحر وصورة اللنجات وهالبيوت القديمة أحبابنا يا عيني ما هم معانا اخي شغلي هاي لو تسمح مش حتنادل عنك ابدا
شكرا جزيلا. معقولة هذا قيس؟ لا 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 ما أعتقد، يمكن واحد يشابه. معقولة هذه ليلى وأمها؟ ليلى بنت مجاسم. قيس؟ نعم ليلى. قيس ليلى هذا يوم تبديني. حاضر يما جاية عند ابنك. ها يا ترى يفكر فيني مثل ما أنا أفكر فيه؟ ما أعتقد، يمكن يكون نساني، يمكن بعد يكون من هاللي غازون بالأسواق. لا هذا طالعني بإحساس عمري ما حسيت فيه من قبل.
أكيد ما نساعده. يا ترى تفكر فيني مثل ما فكر فيها؟ لا لا لا، أكيد أكيد تفكر فيني مثل ما فكر فيها. إيه؟ ولا ليش هدت أمها ودخلت وراي المحل وسلمت علي؟ تليفونهم سري. انت عرفت بيتهم في وين؟ اي يابا. خلاص يا ابوك، على الباشر ان شاء الله عقب صلاه المغرب امر على ناخذ ابو جاسم واكلمه. صدق يبا؟ صدق يا ابوك، ناخذ ابو جاسم رفيجي من ايام الغوص، وانا ما ادش الا في محمله. شال حكي الله يهداك، انت وولدك مبرضين تنسون اللولو. الناس تغيرت، الدنيا تغيرت الله يهداكم، وانتوا ابد ما منكم فايده. بعدين وين انت وين ناخذه؟ ناخذه تاجر كبير في البلاد، وانت الناطور. الناطور احمد في سوق الكبره. يا وش فيه الانطاره؟ عيب، هاي شغله شريفه والسلام. بس يما هذه ليلى تحبني من زمان. بتم انت وابوك مال زمان اول. ايه يا حي الله من يانا والله. الله يحييك يا نوخذ. والله زمان يا ابو قيس، زمان ما شفناك، وين ديارك الحين؟ والله ايش اقول لك يا اخو، في الكبرة. في الكبرة؟ اي مع الشيبان من البيت للكبرة. اي والله يا ابو قيس، من يصدق ان الدنيا بتغير كذي؟ الا ما قلت لي قيس وين يشتغل الحين. ولدك قيس طال عمرك اخر سنة له في الجامعة قسم الهندسة. لا وبشرك بعد انه هاوي رسم، ويقولون انه احسن رسام في البلاد. ما شاء الله ما شاء الله، احسن رسام في البلاد، وما شفنا له معرض للحين. طال عمرك انا توني للحين في البدايه. ايه توك موفق ان شاء الله. طال عمرك ما ادري ايش ابغى اقول. اللي بقوله طال عمرك ان احنا اهل ومتربيين في ريج واحد، وولد القيس بيتخرج السنه ان شاء الله، وهو مثل ما تعرف متربي في بيتكم وماكل خيركم، واليوم هو جاي يطلب بنتك ليلى. وين يا جاسم؟ يبا عندي شغل مع ولد عمي صلاح. زين يا ابوك موفق. هيا ناخذه. ايش قلت؟ والله شو اقول لك يا ابو قيس، انت تعرف ان ليلى عندها ولد عم ريال موظف وشغول، وانا الحقيقه اخوي مكلمني بخصوص ليلى من زمان، واحنا بس ننطرها تخلص الجامعه ونزوجهم. وبعدين انت يا ابو قيس ما انت بغتير، تعرف السنع، البنية طول عمرها حق ولد عمها العود. ما علي طال عمرك، الله يوفقهم ان شاء الله، والزواج وانا اخوك قسمه ونصيب. قم يا ولدي قم قم يا. وين يا ابو قيس تو الناس؟ ما علي يا اخوي، ما قصرت، جزاك الله خير. حياكم الله. امشوا. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه سالفتك ما هو بسالفة يا ليلى يا أبوك. صار لك أسبوع الحين لا أكل ولا شرب ولا نوم، بتموتين وأنت كذي؟ إلا زوجوني قيس ولا بذبح نفسي. هذه سالفتك يا أبوك ما هو بسالفة، إلا سالفة ماسخة بعد. حرام عليك حرام عليك يا أبوك اللي تسوينه في نفسك. ليلى ليلى هاتيني يا ابوج، هاتيني يا ابوج. ليلى ليلى ليلى
لا سليم إن شاء الله، ما حصل إلا الخير. توكل على الله يا حج، البنت ما فيها شيء، كل ما هنالك الظاهر إنها ما بتاكل، ونتيجة قلة الأكل حصل عندها خبوط وإعياء سبب لها حالة الإغماء. على أي حال إن شاء الله هلأ بنعطيها تغذية وراح تشوفها قامت زي الفرس. اطمن ولا تخاف. والله كلامك عدل يا دكتور، صار لها أسبوع صايمة وكلها سرحانة وتفكر. وحالة الإغماء لسه بتجيها باستمرار؟ إيه نعم يا دكتور. أكيد حالة نفسية. شوف يا حج، بعد ما نعالجها وتطلع بالسلام إن شاء الله من المستشفى، ضروري لازم تاخدها على عيادة الطبيب النفسي، أكيد عندها حالة نفسية. عرفنا الحالة النفسية يا دكتور، وعرفنا بلوتها، والله يعيننا. قيس. ليلى. روحي يا بنتي، روحي هناك عند أمك في غرفة الانتظار. روحي. حرام عليك يا أبو جاسم، شوف حالة الأصبي، شوف حالة العيال، قرع مسكين وملتف شعر راسه من كثر الحب. الله يهداك يا أبو قيس، أقول لك لبنانية مخطوبة حق ولد عمها، وبعدين أنا معطيهم كلمة. بس ما يصير يا أبو جاسم، الله يهداك، لبنانية تحب قيس وقيس يحبها، حرام تفرق بين روحين. أنت شو تحكي شو تقول، أنا أبوها وأضرب مصلحتها، انتوا بس فكونا من شركم. وبعدين الزواج قسمه ونصيب، ما هو بالقوة يا ابو قيس. يا ما يصير يا ابو جاسم، الله يهداك، الله بيحاسبك يوم القيامة. هو انتو؟ اسمع يا ابو قيس، انا ما عنديش علاج لبنت وما عنديش علاج كمان لقيس، لازم تفهموا ان الاتنين بيحبوا بعض، ولو ما تجوزوش وفضلوا على الحالة دي انت عارف مصيرهم كويس هيبقى ايه يا ابو جاسم، وساعتها هحملك المسؤولية. فهمني يا ابو جاسم، هحملك المسؤولية. حرام عليك يا ابو جاسم، سمعتش قال الدكتور؟ ذنبهم في رقبتك. قم يا ولدي، قم قم قم، بسم الله عليك، ما تشوف شر. يلا يلا. بالعدالة يا ولدي، حسبي الله عليك على السنة. الوداع يا ليلى. الوداع يا قيس. نصبر بعد، طاف الكثير وما بقى شيء. الظاهر ما في فايدة يا ليلى، طال الزمن ولا قصر أنا ما راح أتزوج واحد غيرك. أنا قررت أني أروح أمريكا دراسات عليا، ومراجع من هناك إلا بالدكتوراه. زين سويت، وأنا وعدك أني ما راح أتزوج إلا لما تزوجت. وأنا من بعدك مالي زوجة، مستحيل مستحيل واحدة ثانية تحل محلك انت، لو ان شاء الله تم طول عمري عزوبي. من تكلمين؟ اكيد قيس، انت بتفضحينا مع ولد الناطور. انزين، مع السلامة، اشوفك على خير ان شاء الله. انت ايش فيك انت؟ انا اقول لك يوزي عن ولد الناطور، وخلك من سوالف صديقتي وما صديقتي. انا عارف انك تكلمين ولد الناطور، وهالتليفون ما تشوفينه مرة ثانية. السلام عليكم. عليكم السلام يا اخوي، هذه كوتر لندن ولا امريكا؟ انت من وين رايح؟ رايح امريكا يا اخوي. عطني تذكرتك. السلام عليكم. تفضل اخوي، بعد قليل راح يعلنوا عن دخول قاعه الانتظار. شكرا للشيخ. يا هلا بك.
حياك الله. أريد أن أقول لك أن اليوم طلعت موافقة من الجامعة على انتسابي للدراسات العليا في القاهرة. وش حق الدراسات العليا في الجامعة؟ الجامعة حدك. أنا ما أكلمك، أنا أكلم أبوي. بس يا أبوي أنت الحين بتروحين وبتسافرين، من بيروح معك؟ يبا بروح بروحي، وبس كنت في سكن الطالبات حالي حالهم. إحنا ما عندنا بنات تسافر بروحها. عين الخرابيط، أنا الحين كبرت، مو بصغيرة عشان تي أنت تصير وصي علي. الكلمة حق أبوي ما يبلك. يا صلوا على النبي، بس بارك الله فيكم. يا خلاص يا ابوك، ان شاء الله ما بيصير الا الخير. جاسم انا بروح السوق، بتروح معي؟ لا يبا روح بروحك، انا بروح الحجره انام. مدري شلونك. انا تمام والحمد لله. لا 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 لا، ان شاء الله اليوم بقول حق ابوي. بس مثل ما تدرين ان احنا طاردين ولد عمك قيس، واخاف ان ابوك ما يوافق. اقول ان شاء الله بتصل فيك بعدين. يلا مع السلامه. جاسم انت وش سالفتك يا ابوك؟ من يوم ما يقيس مع ابوي خطبون اختك وانت محتفس علينا متغير، ايش فيك يا ابوك؟ يا جاسم يا ابوك، قيس ما هو باول واحد يخطب اختك ولا اخر واحد. يبا تبي الصج، انا احب بنت سلمان البناي وابي اتزوجها ونحب بعض واحنا صغار. بس يا يبا تعرف سلمان اخو بقيس الناطور، اخاف انه يرفض لان احنا رفضنا ولد اخوه. انا اقول انا حاس ان فيك شيء. يبا ليش تضحك؟ اضحك عليك؟ عايز تقول سلمان ما بيوافق؟ انت يا ابوك تشرف سلمان واميه مثل سلمان. انت يا ابوك من عيال الجدو، بتشوف باكر اللي رحنا للبيت. اذا ما فرش لك الطريق وقال اطلب وتدلل ما اكون انا من عيال الجدو. بس يبا انا خايف. يبا ايش رايك ناجل الموضوع سنه عشان ينسون سالفه رفضنا حق ولدهم؟ الله يهداك، اقول مالت عليك لما تبغيها مني. انت شو تقول انت؟ انت يا ابوي تشرف ما يشرفونك. انت شو تقول؟ انت من عيال الجدوم؟ اسمع، من باكر انا وياك عن سلمان البناي. الا اقول جاسم، انا سمعت يقولون ان سلمان الحين صار مقاول صغير صيد. اي يبا، وعطاهم بيت شعبي. زين زين، على الاقل احسن لهم من ذيك العشه. يا هلا، حي الله من يانا. الله يحييك يا سلمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا حي الله ابو قيس. من ناخذ ابو جاسم؟ اي نعم. يا هلا يا مرحبا، شلونك؟ حي الله ابو قيس. سلم سلم على ابو. هاي ولدك جاسم؟ اي نعم. ما شاء الله طول. شلونك يا سلمان؟ حياك حياك احدى يعني، حياك. الله يبارك فيك. يا حي الله ابو قيس. ابو الدكتور قيس لو سمحت. اوه ما شاء الله ما شاء الله، خذ الدكتوراه؟ لا ان شاء الله السنه بياخذها. زين زين يا ريال، بالمبارك ان شاء الله. الله يبارك في حياتك. حيا الله ناخذه. والله من زمان ما نشوفك الا في الجرايد. رجل الاعمال سافر، رجل الاعمال رد، هذا اللي نشوفك فيه. شو نسوي يا سلمان، مشاغل الدنيا والتجارة مثل ما تعرف تبي الحركة، ومثل ما يقولون في الحركة البركة. على كل حال خلونا الحين من سالفة التجارة ومشاكلها. احنا يا سلمان جايين مطالبين يد بنتك بدرية حق ولدي جاسم. هذه الساعة المباركة واحنا وين بنلاقي ناس مثلاتكم، ناس اياويد ونسبكم طال عمرك، شرف لنا. بس طال عمرك انا من فتحت وهالامور كلها في يد اخوي العود بوقيس. انت تعرف ان اخوي بوقيس هو اللي رباني انا واخواني من بعد ما مات الوالد، وانا قلت
ما يملك على عيالي احد الا اخوي بوقيس دام هو حي. طول الله في عمره. اي كفو كفو، والله بوقيس بعد يستاهل. انا اشهد انه تعب معاكم لين رباكم وما تزوج الا عقب ما كبرتوا. هاي اخوي بوقيس، شلونك؟ قول. شو اقول يا اخوي سلمان؟ ما اقول الا احنا اهل تربينا في فريج واحد وفي بيت واحد وكل من معون واحد ناخذه ومن خير ناخذه وبن ناخذه. وانا يا ابو جاسم ما عندي مانع، لكن بدريه حق جاسم وليله حق قيس ونملك عليهم في ليله واحده. شلون؟ ايش دخل قيس في خطبه جاسم؟ هذه سالفه وهذه سالفه، ايش هالكلام يا سلمان؟ على الراي راي اخوي ابو قيس. لا تزعل يا نوخذ، الله يهداك، لا تزعل ولا ينقز لك عرج. كلنا من ادم وحواء وكلنا عيال تسعه وانا اخوك وما حد احسن من حد. ولا ظنك يعني قلت هذيله فقاره وبنقط عليهم كم من قرش بوافقون؟ لا يا نوخذ، الحال تغير والحمد لله والحاله مستوره. تبغي بدريه؟ تعطينا ليلى. هذا رايك يا سلمان؟ اي نعم. جاسم قم قم، واعتقد ان هم الخسرانين. ما حد بخسران، والزواج قسمه ونصيب وما حد احسن من احد. طول عمره هالرجال ما يتغير، مقياسه بين الناس فلوسه واملاكه، بعكس ابوه الله يرحمه. صدقت، زين سويت فيه. سمعني زين، ابوك وكل عمك وخلى الكلمه كلمته، واللي انا خايف منه صار. ابوك قال بدل بدل، وانا ايش موقفي؟ انا ارفض ان اختي تتزوج قيس. ايش فيه؟ ما يناسبنا. يا سكرت. سمعيني، لا تسكرين، انا اشرفكم عن الغلط. عيل وين حبك؟ بتدوسين عليه؟ قلت لك عن الغلط. انا ما اشرفكم؟ انا اللي غلطان ارتبطت مع واحده بنت بناي مثلاتك، لكن الشرها مو بعليك، علي انا اللي كنت مغمض. سمعيني زين، لا تسكرين غصبا عنك. الطقاق يطقك انت وهلك. ليلى مرحبا، مبروك على الدكتوراه. صراحه انا بغيت اتصل فيك تليفون وبارك لك، لكن ما عرفت الرقم. الله يبارك في حياتك، وانت بعد الف مبروك على الدكتوراه. ايش عندك من العيال؟ صراحه انا للحين ما تزوجت. انا للحين عند وعدي. صحيح طبعا. زين، أنا عندي محاضرة عن ابنك. تفضلي، مع السلامة. خير يا يبا؟ يبا أبغيك تروح تخاطب لي ليلى بنت بو جاسم. ولين يا ولدي، للحين عندك أمل؟ هذيلا يا ولدي لو تغير الدنيا كلها عمرهم ما يتغيرون. لا، والحين بيزاتهم زادت بعد. يبا انا ادري ان الموضوع صعب، لكن ما يضر لو حاولنا مره ثانيه. والحين ليلى صارت دكتوره واكيد صارت لها كلمه في البيت. ما اعتقد يا ابوك، لكن ما عليه، بعد ما اقدر ارفض لك طلب. يبا حرام عليك، شلون تطردهم؟
أنا الحين كبرت، صار عندي 35 سنة، من بيتقدم لي؟ وحتى إذا تقدموا لي ما راح أتزوج إلا قيس. يا يبا أنا ما عندي مانع، ما عندي مانع، بس الناس، الناس وش بتقول عنا؟ يقولون عيال الجدوم ناسبوا عيال البناي. انت مالك دعوة؟ لا لي دعوة. صل على النبي يا جاسم. يبا انا الحين كبرت ولي الحق اني اقول رأيي في زواجي وسني يسمح لي، واذا كنت الاول سكت انا الحين مو بساكتة. ايش قلت لك يبا؟ قلت لك لا تخليها تدرس دراسات عليا، تشوف شلون قامت تطول لسانها عليك. يبا تبيني اتكلم معك ولا يطلع برا؟ انا ما ابي اطلع من البيت، وانا واحد من العائلة ولازم تكون لي كلمة في البيت. واللي يرحم والديك يا جاسم اطلع برا وخلني اسمع اختك عدل. حاضر يبا بطلع، بس إن وافقت على زواجها ما بتشوف رقعة وجهي في البيت. يبا يبا انا الحين كبرت، كبرت، تبيني اعنس؟ تبيني اتم طول عمري بدون زواج مثل الشيرة اللي بدون اوراق، حية وميتة في نفس الوقت؟ تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. طال عمرك بجاسم برا. هي قول لي تفضل، قول لي تفضل. ان شاء الله طال عمرك. تفضل يا ابو جاسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حيا الله ابو جاسم. يا ابو جاسم، تعرف الدكتور قيس؟ اي نعم طال عمرك عارفه. زين ايش وعي؟ تفضل استريح. ها يا ابو جاسم، ليش ما هو براضي يزوج الدكتور؟ الدكتور قاصره شيء؟ والله يا حضره القاضي الدكتور ما قاصره شيء، وانا ما عندي مانع، بس انا اخاف من الناس، الناس ايش بتقول عنا؟ يا ابو جاسم انت رجال مؤمن وتخاف من الله. البنيه الحين صارت دكتوره وعدت 35 سنة، ليش واقف في طريقهم؟ الدكتورة تبي الدكتور، خلهم ياخذون بعض. البنية ترى هذه في ذمتك والله بيحاسبك عليها يوم القيامة، لا توقف في طريقهم، ترى رب العالمين ما هو غافل عنك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله شو أقول لك يا حضرة القاضي، إن شاء الله ما بيصير إلا الخير. تسمحين يا دكتورة ليلى؟ اسمي ليلى. أحلى اسم انطقى لساني طول حياتي، بس مو بحرام أقرون لهالوقت؟ ما أقول إلا خلي الناس الطيبين يكملون. من تعلم لا من تعلم.